وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الإعلامي والمحلل السياسي السيد عبد الله المطوع. مساء الخير سيد عبد الله، بداية ما هي قراءتك للخطوة الشجاعة التي اتخذتها كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل ومن انعكاساتها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة؟ حقيقة هذه مثل ما وصفتيها بأنها خطوة شجاعة، وفي الواقع هي رغبة عربية في تحقيق سلام عادل وشامل مع إسرائيل. رغبة هي ليست مستحدثة، وقبل 40 عام حقيقة وقعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، وفي مؤتمر مدريد للسلام 91 كان هناك انخراط عربي بشكل أكبر في محاولة تحقيق تسوية شاملة للصراع مع إسرائيل، وتم توقيع حقيقة اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 13 من سبتمبر عام 1993. هذه حقيقة كانت هناك أيضا معاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل في 26 أكتوبر 94. هذه كلها اتفاقيات تعزز وتوحد حقيقة التوجه العربي لوضع السلام مع إسرائيل وتطبيق العلاقات معها، لن يكون على حساب حل القضية الفلسطينية. نعم. بل هناك حل عادل، لابد أن تعرف إسرائيل في ذلك أن هناك يعني توجه في وضع مخطط عربي يكفل تحقيق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها حقه المشروع في تأسيس دولته المستقلة. نعم سيد عبد الله، قد يعتقد البعض مخطئا بأن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل قد يتعارض أو يؤثر على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، كيف يمكن تصويب هذا الفكر؟ حقيقة يعني كان واضح من دولة الإمارات والبحرين قيادة بحرصها على تأكيد بشكل قاطع في العديد من التصريحات والمناسبات بأن يعني هناك تأكيد على أن ما تم إبرامه هو يضمن حق الفلسطينيين في تشريع الموقف الفلسطيني، وهذا كان واضحا في تصريحات معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التي ألقاها في أعمال الدورة الجامعة العربية 154 قبل أيام، أن يعني أن مستوى الوزراء الخارجية أن القضية الفلسطينية تعتبر هي القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية. يعني أضاف أيضا أن دولة الإمارات تؤكد موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967، وهذا أيضا ما تؤكده حقيقة دولة البحرين الشقيقة، وكان واضحا في تصريحات أيضا معالي وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني. وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام 2002. لا شك أن هناك موقف عربي واحد ثابت تجاه ضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل عادل، يبعث برسالة يعني واضحة إلى إسرائيل أن هذه الرسالة هي مفادها أن هناك استحقاقات فورية يجب عليها الوفاء بها في أسرع وقت. وأعتقد أن الجانب الإسرائيلي حقيقة يعمل بجدية في مقدمتها وقف عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل نهائي والتزام كامل بوقف خط الضم للأراضي الفلسطينية. هذا ما أكده الجانب الإسرائيلي حقيقة، وهناك يعني تهيئة مناخ مناسب لاستكمال عملية المفاوضات. يبقى يعني الوضع واقف على الموقف الفلسطيني. يعني هناك مناشدة عربية حقيقة للجانب الفلسطيني بأن يكون هناك جدية في تحقيق الحل المنشود للشعب الفلسطيني. نعم. وفق القرارات الشرعية الدولية، ولكن ما تقوم به دولة الإمارات والبحرين هو حق سيادي لكل دولة بالتأكيد أن تعمل به، ولكن يبقى الهم أو الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية هو موقف واحد لم يتم تغييره
في مقدمة هذه الدول هي دولة الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية. نعم. ومصر تعمل حقيقة، يعني اليوم رأينا أنباء من الجانب الإسرائيلي تتحدث عن مفاوضات مصرية للإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. هذه يعني فرصة تاريخية اليوم. نعم. لتحقيق السلام في المنطقة، لابد أن يتحقق السلام في منطقة الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية على يعني الأولوية في أجندة هذا السلام وإنهاء الصراع بين العرب وإسرائيل. يعني حقيقة يعني هذه لابد أن تستغل هذه الفرصة بشكل جيد من قبل القادة الفلسطينيين لتحريك عملية السلام وتحقيق عملية سلام شامل وعادل في المنطقة. نعم. وهذا ما تسعى إليه حقيقة دول المنطقة. نعم، من دبي الإعلامي والمحلل السياسي السيد عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.